اهلا بكم. الثعابين دخلت في حضارات قديمه وفي ثقافات الشعوب، دخلت في كل دوله، كل دوله لها الاشياء الخاصه بها في موضوع الثعابين. السودان بلد كبير مختلف الثقافات، في كل منطقه في السودان في اشياء خاصه بيقولوها عن الثعابين. نبدأ الموضوع بمثل سوداني بيقول: الضايق لدغ الدبيب يخاف من جر الحبل. الثعبان في السودان اسمه دبيب، معظم الثعابين بيسموها دبيب. في جنوب السودان ناس بيسووا حاجة اسمها حجاب، بيقولوا اللي بيشيل الحجاب هذا بيمنع عنه لدغات الثعابين والعقارب. في حاجة اسمها أعشاب، الأعشاب هذه بيجمعوها بيسووا منها خلطة، وبيقولوا إلا يأكل منها ويمشي فوق ثعبان الثعبان حيموت. حاجة اسمها ضامن عشرة، عرق شجر صغير اسمه ضامن عشرة، الشخص اللي بيشيل العرق هذا الثعبان ما يلدغه، ولو كان في مجموعة مكونة من 10 أشخاص الثعبان أو الدبيب ما يؤذيهم نهائيا. لكن لو زاد العدد عن 10، واحد منهم الله يخلف عليه، اللي عنده ضامن عشرة عنده حصانة، الدبيب نهائيا ما يؤذيه. في مناطق في السودان اشتهرت بتربية الثعابين وبصيد الثعابين. قرية الدومة في منطقة العسيلات مشهورة على مستوى السودان، واصبحت مزار السياح بيروحوا يشوفوا الناس كيف عايشين مع الثعابين وكيف بيتعاملوا معها. مو بس قرى، في ناس بيتعاملوا مع الثعابين وبيقولوا انه عندهم امكانيات يوجهوا الثعابين زي ما بدهم. في واحد اسمه ابو زيتونه، في واحد في واد مدني اسمه حيدر قثامه، وفي واحد اسمه السر المرغني. هدول بيقولوا انه عندهم امكانيات وبيتعاملوا مع الثعابين بكل سهوله وبكل بساطه. اغرب قصه في السودان سمعتها عن فتاه اسمها ام شوايل. أم شوايل بيقولوا إنها سقطت في بير مهجورة، عاشت شهر في البير بدون أي مصدر غذائي، عاشت بين الثعابين والعقارب. بعد الشهر طلعوها، أطلقوا عليها لقب فتاة الثعابين، لأنه بيقولوا إنه صار بينها وبين الثعابين علاقة. طبعا الفتاة كبرت وعاشت حياتها. الثعابين مصدر دخل في السودان، بيستفيدوا من جلودها. طبعا السودان فيها حيوانات كثيرة جدا بيصدروا جلودها، بيسووا منها صناعات. الثعابين دخلت في الصناعات الجلدية، بيسووا منها حاجة اسمها المركوب. المركوب السوداني لو كان من جلد النمر أو جلد الفهد بيكون غالي، بعد كده جلد الأصلة، اللي يلبس مركوب من جلد النمر أو من جلد الأصلة بيكون من الناس الهاي. استخدموا الثعابين في العلاج الشعبي، استخدموها في علاج إزالة الرطوبة من الجسم، الروماتيزم، الشعر، أشياء كثيرة جدا. وبيقولوا إن الشحوم هذه بيطلعوها من الثعابين بيقلعوا أسنان الثعبان لمدة يومين، وبعد كده يعصروا دماغ الثعبان عشان يطلع منه الدهن أو الشحم. الثعبان لو لدغ شخص بيقولوا انه بيحط حاجة اسمها تلبيسة مكان اللدغة، لازم نشيل التلبيسة هذه لانها بتسوي اضرار كثيرة جدا، بتسبب التهابات وبتزيد المشكلة، فلازم نشيل التلبيسة هذه. واحيانا بيستخدموا نبات العشر. نبات العشر نبات في اغصانه حاجة زي الحليب، بيستخدموا الحليب هذا في علاج لدغة الثعبان السام.
الثعابين في الموروث الشعب السوداني حيوانات ليلية ما تطلع في النهار نهائيا لأنها بتخاف من النور زي ما بيقال. في أنواع كثيرة من الثعابين وأسماءها بتختلف عن العالم. معظم الثعابين في السودان بيسموها بالصفات تبعها، يعني الثعبان القصير اللي طوله شبر بيسموه أبو شبير، الثعبان اللي بينام يسموه أبو نوام. الكوبرا في العالم كله معروف إنه اسمها كوبرا، في السودان بيسموها أم درجة أو أبو درجة، وفي ناس بيسموها أبو سعيفة. الثعابين في السودان مختلفة الأسماء، مختلفة الأشكال، مختلفة الأحجام، مختلفة الخطورة. في ثعبان اسمه أمبريل، أمبريل بيقولوا إنه ثعبان مزاجي، لو له مزاج يلدغ الشخص، لو ما له مزاج لو إيش سويت فيه ما يسوي ولا حاجة. في ثعبان اسمه أبو زريق، الثعبان هذا سام لونه أسود. في ثعبان اسمه أبو نوام لونه أخضر، بلف على نفسه ودائما بيكون تحت الأشجار. هذه بعض المسميات الخاصة بالثعابين في السودان. حتى الأصوات، معروف أصوات الثعابين وتكلمنا في حلقة الأصوات، لكن في السودان بيقولوا أنه في ثعابين صوتها زي صوت بكاء الطفل، وفي ثعابين صوتها زي صوت الديك، وفي ثعابين صوتها زي صوت الصراخ. هذه بعض الأشياء الخاصة بأشكال وأصوات الثعابين. في ثعبان اسمه الوشاش أو الوشاشة، الوشاشة هذه بيقولوا إنها الأفاعي المجلجلة. معروف إنه الأفاعي المجلجلة ما هي موجودة إلا في أمريكا فقط، لكن في السودان بيقولوا إنه في حاجة اسمها الوشاشة، وفي منها أربعة ألوان أو أربعة أشكال. أخطر ثعبان بيتكلموا عنه في السودان الثعبان الطائر، بيقولوا إنه في ثعابين طيارة وبتطير لمسافات بعيدة جدا، هذه من أخطر أنواع الثعابين، وناس بيقولوا إنها نوع من الجن. الزول السوداني لما يشوفه هو ماشي بالسيارة على طول بيوقف عشان تبعد وعشان يبعد عن نفسه الخطر اللي ممكن يجي منها. بيقولوا إنه الثعابين عندها شوكة في ديلها، لما تتعارك مع حيوان كبير وتحس إنها حتنهزم أو حتخسر المعركة بتحط الشوكة هذه في أنف العدو، فبالتالي بيفقد قوته فالثعبان بيسيطر عليه وبيفوز في المعركة. بيقولوا إنه الثعابين قوية جدا، لو دخلت جحرها عشرة سحبوها ما تطلع نهائيا. بيقولوا إنه بتبيض وبيضها زي الشبكة. أشياء كثير جدا بيقولوها عن الثعبان صعب إنه نحصرها، لكن هذه بعض الأشياء اللي بيتكلموا عنها. الثعابين بتخاف من حيوانين فقط في السودان، القنفذ والصقر. الصقر بيسموه حبيب، بيقولوا حبيب بلاع الدبيب. قصة الجوهرة، الثعبان اللي عنده جوهرة، منتشرة في العالم العربي، منتشرة بشكل كبير جدا في كل العالم العربي. في السودان في قصة معروفة انه في واحد اترصد للثعبان وكان بيشوف متى بيطلع من جحره ومتى بيطلع الجوهرة ومتى بيسيب الجوهرة عشان يصطاد الطيور اللي بتجي عليها ومتى بيرجع ياخدها. فقرر انه ياخد الجوهرة هذه من الثعبان، جاب رماد وانتظر الثعبان لغاية ما طلع الجوهرة، رمى الرماد فوق الجوهرة، الجوهرة نورها انطفى. الثعبان طبعا حاول ينتقم من الشخص، جري وراه لكن الشخص هرب. بعدين جاء الراجل أخذ الجوهرة هذه، لما أخذها اكتشف أن نورها قوي جدا صعب أنه يتعامل معه. نصحه أنه رجع الجوهرة مكانها، رجعها، جاء الثعبان لقى الجوهرة تبعه أخذها، كل واحد عاش حياته بشكل طبيعي. حكاية الانتقام برضه منتشرة ومشهورة، وفي قصص كثير ثارت انه الثعبان انتقم من الناس وجاء انتقم منهم وبخلهم السم في الاكل وبخلهم السم في المويه. الاشياء دي كلها موجوده في السودان وفي العالم العربي عموما. ننهي موضوع الثعابين في الموروث الشعبي السوداني بطرفه بيقولوها عن الدبيب. بيقولوا انه في دبيب حب له دبيبه، الدبيب هذا كان اعمى ما يشوف. الدبيب عاش قصة الحب هذه، وكل يوم كان بيروح لمحبوبته بيقعد معاها وبيتغزل فيها وبيحاول يلاطفها ويداعبها.
فضل على الحال هذا أيام وشهور وسنين. لما في يوم من الأيام لقى نفسه فتح، صار يشوف، فرح وجري على محبوبته، على الدبيبة تبعه. أول ما وصل عندها اكتشف إنه كان بيحب خرطوم موية ناشف. أتمنى لكم السلامة، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب اللي موجود أسفل الشاشة. شكرا لكم.